في محافظة البيضاء لا صوت يعلو فوق أصوات الرصاص، ومنذ ما يزيد عن عام لا تزال الحرب مستمرة بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع على أكثر من جبهة. خلال الساعات القليلة الماضية شهدت مناطق القتال مواجهات عنيفة على أكثر الجبهات سخونة وأشدها اشتعالا، وهي مناطق ذي ناعم والزاهر آل حميقان التي تشهد مواجهات متواصلة، إذ قتل 4 من ميليشيا الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون في مواجهات عنيفة مع المقاومة في مناطق حيد المنصة وهرمز بمنطقة طياب، بعد ساعات من مواجهات متزامنة في مواقع هضبة صباح وأشعاب ناصر والبركات ودنبوس وسيلة آل عمر في ذات المديرية، كما أسفرت عن مقتل 6 من الميليشيا وإصابة 7 آخرين في تلك المناطق، في حين خسرت المقاومة أحد أفرادها. وفي مديرية الزاهر آل حميقان اندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومة والميليشيا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة شهدتها مناطق الضرفة والحبج والجماجم، وكعادتها دائما كلما تلقت الميليشيا في البيضاء ضربة موجعة عجزت عن التقدم على الأرض، ولذلك تلجأ إلى سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف فيها المدنيين، لا سيما عبر القصف العشوائي على القرى بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والقنص الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال.